هقلب كده بلاقي القلب اهو كده، بروح قصص بميل كده واقص في الغضروف كده، بروح لافف كده واقص في النص، اضغط على القلب اهو وامسك الغضروف كده، بروح قصص في منتصف الغضروف، هسمع تكه او تكتين المعصم. فتحت في الحزام الصدري، اغير الدبابيس عشان اوسع كده. تمام كده؟ هشيل البريكارديوم بقى، اروح لافف كده. كده. وهمسك اهو العضلات. ايه؟ ترفع معايا البريكارديوم. اهو، اضغط على القلب. وعامل فتحة في البريكارديوم اهي اهو، لو القلب اتقلب تبقى انا شلت البريكارديوم خلاص اهو. وبعد كده اروح مسلط العضلات دي كده، ادي الوريد الانتيريور ابدومينال اهو، والبرايت اللي جايين له اهو، في بقى ايه بس كده. سلكت الانتيريور ابدومينال اهو، وادي البلبل باينين، وده يخش الكبد، وادي القلب خلاص. لو شرح يورينجيتال على طول هربط ربطتين واقص في النص، ثم اربط عند الريكتم واقص من قدامه واشيل باقي، واسلك بعد كده الريكتم من الحاجات اللي بعده، وافتح هنا بس، تبقى دي بقى سهله قوي، لان الوقت خلاص ما عادش فيه خيط، فانا ممكن حتى ايه مش هحتاج قوي دلوقتي، بس لازم انت بتصور لازم اعمل خيط. وروح رابط رابطه كده ادي رابطه، وهذا قص الخيط. نحتاج فيته تانيه لان الخيطه دي خلاص. ودي الرابطه التانيه برضو، وانا ماسك كده بقص كده الوريد ما بين الرابطتين، بقص الخيط خلاص. احنا هنشرح في ميل يورينو جينيتال تمام، تبقى احنا مشينا عادي خالص، سلكت العضلات، ضغطت، بينت الثمانيه، سلكت الانتيريور ابدومينال خلاص. المفروض الخطوه اللي جايه بعد كده ان انا اروح جاي عند المستقيم اهو، واعمل فتحه في الميزنتس في المصاريخ كده، وادخل الفورسبس وبرده خيطه ادخل طبقتين الفورسبس، في ناس بتدخل طبقه واحده تعمل ازمه، لا اتنين كده، وامسك الخيط واسحب كده مش صغيره قوي، اربط ربط اهي بس، واروح قاصص كده وانا ماسك اهو، اقص من قدام الرباط كده، واقص اقصر الخيط خلاص، وهاجي الف كده وامسك الاستومك اهي، واقلب الكبد كده من عند الاسوفجس اهو، بقص والبنكرياس، واسحب اسحب 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 كده لحد ما تخلص خالص، وبروح ماسك المستقيم. شايفين بقى هنا السبلين؟ بص خلاص. واسلك بقى الميزانترز دي كلها كده. كده كده. خلاص؟
هيبقى اللي بقى ايه ادي طبعا كده ادي طبعا المبيض هنا عشان دي ادلت فكبير ولونه اسود لان يعني ممكن يكون الضفدع لسه اماتيور فيبان صغير ولونه اصفر. الغشاء الشفاف اللي رابط الاوفري بالكلى اللي هو الغشاء الشفاف ده اللي بيسمى ميزوفاريوم. لو انا جيت تعالى يا استاذ ودي دول كلهم كده كده اللي هو المبيض ده كله او كل الاحشان اللي ايدي الشمال كده هتبان لي ادي الكلى اهي الكدني الادرينال البقع الصفراء اللي على سطح الكدني الميزوفاريوم الغشاء الشفاف اللي بيربط الاوفري بالكدني ها الفات بادي عضو بدر او البيدرز اورجان اللي الكتلة دي كان باين قوي في اللي فات عشان كبير هنا الكتلة الحمراء الصغيرة دي ده عضو بدر. بصينا كده تلاقي هنا الاوفر داكت جاي من قدام قوي اهي جاي من قدام قوي كده ادي الاوفر داكت اهي خلاص. بس لازم نشيل السيستم ماجنا ده اللي هو الكيس الشفاف اللي انا مش شايفه ده اهو اهو ده لان بيخزن جواه دم فبيخلي العمليه ايه شويه هنشيل بس السيستم ماجنا التاني هنا باينه قوي اهي عشان من قدام اللنج ادي اللنج اهي ادي الاوفر داكت جاي من قدامها. فانا هاجي اشيل كده امسك الميه بيطلع معايا كيس كده اللي هو السيستم ماجنا ده كده معلش يا عمرو بقى غير لنا الميه خد بالك عشان المبيض هينزل لك حاجات خد بالك كده. فادي بقى ايه اهو اقلب كده ادي اللانج ادي الاوفيدكت نفسها الفتحه بتاعتها بتبقى قدام اللانج اللي هي دي نازله كده بقى لف في الاخر بقى بتنتفخ هنا تعمل الاوفيساك اللي هو ده الجزء ده لو جيت قلبت الناحية التانية هيبان لي برضو كل الكلام ده اهو برضو ادي اللانج وادي الاوفر دكت من قدامها خالص تاني ادي الدايرة نازلة برضو كده الخلف اهي. ولو بصيت كده على سطح الكلى انا مش جايب الادرينا اللي هي الصفرا دي في حاجة شفافة اهي في الجزء الشفاف اللي على سطح الكلى من بره ده ده الجزء الابيض الشفاف ده ده اللي هو الولف اندكت بس في الميل كانت باينه قوي لانها بتنتفخ هنا تعمل لي فيجيكولا سيمينال هنا صغيره قوي نازله صغيره مالهاش دعوه بقى لان الكيس البيض اهو ادي اليونان بدر ادي فص منها اظن